من فوائد ذلك الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله من أن علي رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عمك الضال قد مات، فقال عليه الصلاة والسلام قم فواره، أن الكافر لا يجوز أن يقوم المسلم بدفنه ولا أن يشارك في دفنه، بل إذا مات كافر وهو من عشيرة مسلمة يقوم أحد أقربائه بمواراته، بمعنى أنه يحفر حفرة ويقذف فيها ثم يهال عليه التراب حتى لا يلوث الجو بجثته وبرائحته، وليس هذا من باب التكريم له، ولذا قال عليه الصلاة والسلام قم فواره.